الخروج القسري من الحلقات باستخدام العبارة break. إن كل نوع من أنواع الحلقات التي قمنا بدراستها تختبر شرط لاستمرار تنفيذ الحلقة. بإمكانك إيقاف تنفيذ الحلقة مباشرة باستخدام العبارة break وفقا لشرط إضافي، وتعتبر العبارة break كخيار احتياطي لمنع وقوع الأخطاء أثناء تنفيذ الحلقات. سنشرح أهمية العبارة break من خلال مثال عملي. سنقوم بكتابة كود يقوم بطباعة ناتج قسمة الرقم 4000 على الأعداد من 1 إلى 10 باستخدام حلقة فور. ضمن مستند نصي وضمن معرفي كود PHP اكتب عبارة فور التالية: فور كاونتر يساوي الواحد، ثم كاونتر أصغر أو يساوي العشرة، ثم قم بزيادة العداد كاونتر بمقدار واحد من خلال التعبير كاونتر زائد زائد، ثم قم بإسناد القيمة 4000 مقسومة على العداد كاونتر إلى المتحول X، ثم اكتب الأمر print 4000 divided by counter is ثم المتحول X. الآن قم بإنهاء بلوك التعليمات التالي لحلقة 4، ثم قم بإنهاء بلوك كود PHP. قم بحفظ الملف بالاسم break.php، ثم افتح مستكشف الويب وافتح صفحة break.php، وستجد أن المستكشف قد طبع ناتج قسمة الرقم 4000 على قيمة العداد. الآن عد إلى الملف النصي وغير قيمة المتحول البدائية في عبارة فور إلى القيمة ناقص 4. قم بحفظ الملف ثم عد إلى مستكشف الويب وستجد أن الكود قد قام بتنفيذ عملية خاطئة وهي قسمة الرقم 4000 على الرقم 0، وبالتالي نحن بحاجة لتجاوز هذه الحالة باستخدام العبارة break. عد إلى الملف النصي وبعد عبارة فور أضف شرط لاختبار قيمة المتحول counter فيما إذا كانت صفر، وفي حال تحقق الشرط سيتم تنفيذ العبارة break والخروج من الحلقة، وإلا فإنه سيتم تنفيذ عملية القسمة وطباعة الخرج. احفظ الملف وعد إلى مستكشف الويب، ستجد أن العبارة break قامت بتجاوز الخطأ السابق.